بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية ومسيكم الخير جميعا. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بشابتر جديد. الشابتر السابق كنا نحكي عن الـ Knowledge Discovery Systems. بالشابتر السابق تطرقنا لموضوع الـ Data Mining وحكينا كيف إحنا ممكن to discover new knowledge, explicit أو tacit knowledge من الـ existing resources اللي عندنا، اللي هي غالبا الـ Data أو الانفورميشن اللي بتكون موجودة عندي بالأورجانيزيشن. كيف ممكن نعمل لينك أو نعمل أناليسز لهاي الداتا بطريقة ممكن تطلع عندي to extract new knowledge، نستخلص knowledge جديدة ومعرفة جديدة من هاي الداتا بحيث أنه we can use it in different ways. تمام؟ الكل شايف شاشتي جماعة؟ نعم دكتور. الباوربوينت ولا شايفين شيء ثاني؟ دكتور بس شايفين شابتر 14 والباوربوينت. أيوة. شكرا يا طارق. تمام، اليوم موضوعنا ان شاء الله راح نحكي عن النولج كابتشر سيستمز. مين يحكي لي شو يعني نولج كابتشر سيستم؟ نحكي يعني ممكن نتخيل سوا ايش يعني نولج كابتشر سيستم، شو بيعمل هذا السيستم؟ نولج كابتشر سيستمز، إذا بتتذكروا بالشابتر شو اللي سابق اللي قبليه شرحنا عن كان في عنا دايجرام بربط النولج ديسكفري والنولج كابتشر، بعدين الاوتبوت من الديسكفري والكابتشر بروح مباشرة على النولج شيرينج، بعدين بعد النولج شيرينج بنروح على الابليكيشن واللي هي اليوتيلايزيشن للنولج. فمين بحكي لي شو يعني نولج كابتشر سيستم أو شو يعني نولج كابتشر؟ أوبس. دكتور بدك معناها بس يعني كمعنى شو بتفهم منها يعني؟ انه اني بلقط المعلوم، يعني نظام التقاط المعرفه. نظام لالتقاط المعرفه، حلو. طب احنا المعرفه التقطناها، مش عارف كيف الزوم طلع عندي ساين اوت وكان لسه ستيل شغال، مش عارف كيف. ثواني بس يا جماعه اتاكد ان الريكوردينج شغال. طيب هذا شو اللي طلع لي المسج كونفيرت؟ أنا معلش سامحوني بس مش عارف المسج طلع لي الزوم مسج اني انا ساين اوت. طيب نرجع لموضوعنا الكابتشر سيستم. اوكي داليا بتحكي هي تجميع وبحث واستكشاف. تجميع، شوفوا كلمه الكابتشر، داليا بتحكي انه هي تجميع وبحث واستكشاف المعرفه والمعلومات والاستفاده منها بحيث انه يكون التقاط للمعرفه. فهي جمعت بكلمه كابتشر عمليه الكوليكت أو searching, exploring أو discovering والcollecting لهاي knowledge بحيث أنه نقدر إحنا نعمل collect أو capture لهاي knowledge. طيب شكرا يا داليا. مين غيرها؟ مين غير داليا عنده برضو فكرة عن capture؟ طيب هل capture إحنا هون معنيين في بال knowledge capture system معنيين بال tacit knowledge ولا بال explicit knowledge؟ طب بالبداية أشوفهم صحيحين معي ولا لا، شو الفرق بين التاسيت نولج والإكسبليسيت نولج؟ يعطيني مثال على إكسبليسيت نولج ومثال على الثنتين مع بعض. الثنتين يعني الكابتشر بعني بالتاسيت والإكسبليسيت. طيب حلو، طب شو الفرق بين التاسيت والإكسبليسيت؟ مين عنده فكرة؟ عارفين الفرق ولا مش عارفين الفرق؟ ولا واحد عارف الفرق؟ ان تشابترين وشغالين تاسيت واكسبليسيت وبنشرح كل مره، انا مفترض ان انتم عارفين الفرق. ما حداش عارف الفرق بين الاكسبليسيت والتاسيت؟
دكتور التاسات ممكن هي من الامبلويز تيجي. ايوه طيب، والاكسبلسيت منين تيجي؟ ممكن من الخبرات السابقه. شو راي البقيه؟ شكرا يا طارق. بقي غير طارق، الجماعه اللي معانا ولا حدا عنده فكره شو الفرق بين التاسيت والاكسبلسيت؟ ترى يا جماعة أنتم شو ضيوف على المحاضرة، أنتم معانا يعني عادي تقدر تجاوبوا. الأولى بالأذهان والثانية مدونة بالكتب أو موثق. شكرا يا ياسمين. الأولى قصدي فيها التاسيت ولا الإكسبليسيت؟ دي ما الفرق انه في معلومات تكون مكتوبه معلومات نلتقطها من الكلام او الخبره. طيب اي واحد يتاسد واي واحد اكسبلسد؟ معلش انا بسال بس يعني بهدف انه السؤال مرات ممكن عن طريق السؤال ترسخ المعلومه اكثر ما ان انا اظن احكي لكم. انا بقدر اقول لكم شو التاسد والاكسبلسد اوريدي حكيناها كثير باي ذا واي يعني، ومفروض انه لازم وصلنا لهذا الشابتر المفروض انكم عارفين الفرق تماما بيناتهم. يعني واضح المعنى الحرفي لتاسيت هو اشي ضمني، getting things done in tacit. طيب والاكسبلسيت يا محمد؟ formalized. طب شو يعني انت شو فهمت من الكلام هذا؟ يعني تقولي بالموجود انا بالكتب او بالسلايدز شو يعني تاسيت وشو يعني اكسبلسيت؟ بدي فرق اللي هو الفرق الجوهري بيناتهم انتم بناء على فهمكم شو يعني تاسيت واكسبلسيت. دكتور ممكن الاكسبلسيت بتكون اشي مكتوب، تمام، والتاسيت بتكون اشي يعني هيك ضمني بالعقل دكتور. شكرا يا طارق. بكل بساطه مش ضروري تكون مكتوب الاكسبلسيت بس إشي موثق بغض النظر عن شكل التوثيق تبعه، لذلك احنا سميناها معرفة صريحة او اكسبلسيت واضحة، إشي تانجبل. شو يعني تانجبل؟ يعني نقدر نلمسه ونشوفه، داتابيز موجودة على 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 جهاز او نقدر نعملها اكسس عن طريق اللابتوب او اي مكان ثاني، مخزن ارشيف في كل البيانات او الداتا اللي احنا نحتاجها موجود مكان فيزيكلي موجود، بيبرز انت موثق عليها اشياء كانت فيها شيء موثق نولج لاي شيء، كتب لها علاقه مثلا بتعليم او بتدريب الناس على سكيل معينه، هاي كلها معرفه صريحه. ليش سميناها صريحه؟ لان انا بقدر اتعامل عليها، بشوفها ملموسه محسوسه، انا بقدر اتعامل معها، بقدر أقرأها، بقدر أصل لها بطريقة أسهل على النقيض تماما اللي هي التاسيت نوليدج. ليش على النقيض؟ عكسها تماما، لأنه التاسيت نوليدج أنا إشي مش ملموس، إشي مش محسوس، إشي مش موجود عندي، بعرفش كيف ممكن أصل له، كيف شو الطريقة اللي أصل له. يعني لو عندك أنت داتا بيز، أنت موظف الشركة تمام ميداليا، تمام أوكي، تخطيط ذهني، مصطلحات أبسط من تخطيط ذهني والأمور هاي، إنه بكل بساطة إنه إحنا نقدر نتعامل معها. أوكي، personal knowledge embedded in individual and explicit fact publicly available and disappear. أوكي شكرا يا محمد. فكرة بكل بساطة إنه التاسيت knowledge هي عبارة عن خبرتك في شيء معين، تجربتك بالحياة، مهارة اكتسبتها أو تعلمتها، هاي مخزنة وين؟ بعقلنا البشري، بدماغنا، نقدر نتعامل فيها ونستخدمها متى ما بدنا، بس أنا كشخص بقدر أستخدمها بكل سهولة. بينما لو حد بده يستخدم التاسيت نولج اللي عندي ما راح يقدر يستخدمها، كل واحد عنده خبرته تجربته الشخصية اللي خاصة فيه، لذلك احنا قلنا هي بيرسونال. التاسيت نولج هي something intangible أو intangible يعني غير ملموس. بقول لك والله شو خبرتك بالموضوع، طب تقدر تعطيني
بقدر تعملها مجرمنت. يعني هلا لو اقول لكم والله فلان بنحكي ناس تلاقيها تحكي مثلا بمكان معين يقولوا فلان ما شاء الله خبرته ممتازه بهذا الموضوع، فلان والله جديد بعده ما عنده خبره. طب كيف الناس قيمت هذا الموضوع؟ هل في تقييم علمي للموضوع؟ هل في تقييم مبني على ارقام وستاتستكس واحصائيات معينه، ولا الموضوع عباره عن يعني خيار او اراء شخصيه؟ فموضوع التاسيت نولج هاي كلها صعوبته، انه صعب انا اعمل له ميجرمنت، صعب اعمل له قياس بشكل واضح ودقيق، صعب اعمل له اكستراكت، مش بسهوله اقدر اعمل له اكستراكت. يعني لو كل واحد فيكم، برجع بسالكم نفس السؤال دائما، لو كل واحد فيكم قلت لكم تعال احكي لي عن تجربتك بجامعه اليرموك، كل واحد بيحكي بضل له ساعه يحكي ممكن، تمام؟ بس لو جيت حكيت له هاي التجربه ممكن تفرغ لي اياها على شكل ورق بحيث انه ممكن الناس تستفيد منها ممكن او تستغلها، تيجي تقول لي والله الموضوع صعب. ممكن تتحمس في البدايه تقول لي اه والله تمام دكتور، راح اكتب لك خبرتي بجامعه اليرموك واجيب لك اياها، ترجع ولا انت متشتت، ولا انت مثلا كاتبها بس مش مغطي كل شيء، اشياء مثلا ممكن تكون مش اب تو ديت. فلذلك موضوع التاسيت نولج بده شغل اكثر، وهو اللي اكثر يعني تعقيدا من الاكسبيرنس نولج. الاكسبيرنس نولج موجوده كتب داتابيز، نقدر نستخدم عليها سوفت وير معين، نقدر نعملها اي ادوات ممكن نستغلها عشان نقدر نستفيد منها، ملموسه ومحسوسه وموجوده عندي. التاسيت نولج هي شيء عندك انت، شيء عندي انا، صعب انا استخدمه بسهوله الا اذا انا سمحت لك او انت او انت سمح لي. يعني لو جيت انا قلت لك تعال يا انس او يا ايوب اي حد من الناس الحاضرين، تعالوا هلا احكي لي شو الطريقه المثلى عشان اسجل مواد بجامعه اليرموك، كل واحد فيكم راح يعطيني جواب شكل، لانه كل واحد منكم عنده راي شكل، كل واحد عنده تجربه مختلفه، تمام؟ كل واحد جاي من باك جراوند مختلف. لذلك هذا كله بيعمل صبغه وبشكل التاسيت نولج بطريقه مختلفه، وهذا كله مجال الصعوبه في التاسيت نولج. وهذا اصلا 80% من محاولاتنا لاداره المعرفه هي محاولات لاداره المعرفه الضمنيه، التاسيت نولج اكثر من انها الكسبيرنس نولج. لانه مثلا الشابتر اللي قبل كنا نحكي بالداتا مايننج، طيب الداتا مايننج مي اكسلنت تول، يعني اداه ممتازه جدا عشان نعمل نولج ديسكفري للاكسبيرنس نولج اللي موجوده عندي، داتا موجودة عندي بقدر نعملها اناليسز ونربط ما بينهم ونحلل. هذا كلياته بيساعدني اني ايش، اني افهم النولج. بينما في التست نولج الموضوع مختلف، بدي آلية عشان اعمل اكستراكت لهي النولج، آلية اعمل اكابتشر لهي النولج، مش الموضوع بسهولة اللي انا بتخيلها. لذلك هذا الشابتر بركز اكثر على الكابتشر سيستمز او السيستمز اللي بتقدر تعمل لك، اللي تلاحظوا اسمه بريزيرف يعني تحتفظ، and formalize knowledge يعني formalize يعني نعملها standard. شو يعني standard؟ يعني usable. ليش قلنا formalize؟ يعني بقول لك والله فلان بناء على خبرته ابتدع طريقة جديدة لإدارة شؤون الموظفين في الجامعة. اجى مدير شؤون الموظفين جديد مثلا، طلع عليك على الإجراءات اللي موجودة وقال والله انا عندي خبرة بهذا الموضوع بتجربة معينة، تعالوا نغير هذا الموضوع. فهو حاول يوثق خبرته، نقل خبرته وعملها ستاندرد، صارت بوليسي، صارت إجراءات وتعممت على الكل. فهون صار عملية يعني المثال واقعي جدا وآيديال لا عملية نقل المعرفة اللي هي التاسيت نولج، وتحولت لسمثينج يوزابل الناس استخدمتها واعتمدت عليها لهاي النولج واستفادت منها بالشغل وبالأداء وبالأورجانيزيشن. فأنا كأورجانيزيشن تخيلوا حالكم أنت مدير بشركة، دائما عندك الناس بتيجي وبتروح، دائما عندك موظفين، عندك ناس عندهم خبرات، عندك تفاوت، صح؟ هلا كل الموظفين مش كلهم نفس الاداء، مش كلهم نفس السكيلز، كل واحد عنده خبرته، بس كيف انا بدي اوظف هاي الخبرات اللي موجوده عندي، والاختلاف بهاي الخبرات كيف بدي اوظفها بحيث انها تنعكس بشكل ايجابي على ادائي للمنظمه. فبالتالي لازم ادور على اداه او تول يساعدني اني اعمل كابتشر لهاي النولج، يساعدني اني والله هاي النولج تعال يا عم انتوا عندكم معارف، تعالوا يلا خلينا نوثق هاي المعارف ونستخدمها ونعتمدها ابروتش ان في شغلنا في اي شيء بدنا نعمل. بتمنى تكون وصلت فكره التاسيت والاكسبيرنس نولج، ما بدنا نضل نخربط التاسيت والاكسبيرنس نولج. هذول دائما بيجي عليهم اسئله بالامتحانات دائما، يعني مستحيل يجي امتحان ما يجيب لكم سؤال على التاسيت والاكسبيرنس نولج. فضروري تعرفوا الاكزامبلز على كل واحد منهم، شو يعني تاسيت، شو يعني اكسبيرنس، شو اكزامبلز موجوده عندي بالاكسبيرنس والتاسيت نولج. طيب
فاحنا راح نحاول بهذا الشابتر ان شاء الله انه هو نعرف عن نفهم اكثر الكابتشر سيستمز، كيف ممكن نعمل اللكت. شوف المستخدمين كلمات شوي دقيقه، شو يعني اللكت؟ ما عندكم فكره شو يعني اللكت؟ اللكت نولج، اللكت ما عمكم سمعتوا بالالكشنز، الانتخابات، انتخابات النيابية، ولا الالكشن تؤلكت لما تروح تنتخب شخص، شو أنت تعمل لما تعمل الالكشن؟ عفوا الالكشن تعمل الالكشن، لما تنتخب شخص انت انتخاب، يعني يقول لك الانتخابات الالكت معناها بالعربي انتخاب، تمام. لما نعمل انتخاب احنا شو بنعمل فعليا؟ ولا حدا فيكم شارك؟ نصوت لحدا يا دكتور. طيب صوتوا لحدا، شو الشيء اللي بتعمل لما تصوت لحد دكتور؟ تجميع بيانات، يعني تجميع عدد الأصوات، بعدين على مستوى الإقليم مثلا نشوف النتيجة. هاي البروسيس. بس أنا كشخص، أنا كمواطن لما أروح أعمل انتخاب أنا شو بعمل فعليا؟ choose someone to hold public office. عفوا صبحية، يعني اختيار الشخص من الناس الموجودة. شكرا. عملية اختيار بين بدائل متعددة، صح ولا لا؟ زي ما محمد حكى، كان عاد قال لك choose someone to hold public office كذا كذا، فهو بيعمل عملية selection أو select أو elect. فالelect هون شوفوا كيف مرتبطة كلمة الelect بالknowledge، معناته أنا عندي knowledge ممكن تكون متعددة، فأنا بدي أحاول أختار knowledge، ما راح أختار كل knowledge الموجودة عندي. هاي تشالنج، يعني هذا الاوبجكتيف الثاني برضو تحدي للاورجانيزيشن. ليش؟ لانه ممكن يعمل كابتشر للنولج بعدين يكتشف انه مش كل النولج اللي عملها كابتشر ممكن يستفيد منها، فلازم من البروسيس اللي تيجي بعد الكابتشر للنولج نعمل الكت للنولج، نختار النولج اللي انا شايفها مناسبه للبزنس بروسيس تبعتي بالاورجانيزيشن، لتحسن أداء المنظمة أو تساعدني باتخاذ قرارات أفضل، بعدين بنعملها ستور. طب ليش ستور مرتبط بعد الإلكت؟ لأنه أنا إذا عملت لها إلكت لازم ألاقي طريقة أني أوثقها أو أخزنها. ليش ما نخزنها؟ عشان نستخدمها. طب لما نتخزن بتصير نقدر نستخدمها ولا لا؟ إذا أنا قدرت أخزن إشي معناته هو صار عندي موجود، معناته صار في عندي كلاسيفيكيشن، صح؟ عملية الستورينج مش عملية مش منروح. هلا أنت عندك غرفة ما بتروح ترمي كل أغراضك أنا بشكل عشوائي، صح ولا لا؟ عندك خزانة بالبيت ما بترمي كل أغراضك بشكل عشوائي، صح ولا بترموه بشكل عشوائي؟ الخزانة، الأغراض اللي بالخزانة عندك أو بالدرج بتكون مرتبة، حاطة أنت فاصل عامل كلاسيفيكيشن معين، صح؟ حاطة ملابس صيفية، ملابس شتوية، حاط الأحذية، حاط كل التفاصيل هاي، كل هذا اسمه ستور. انت هنا قاعد بتخزن، فالستورينج معناته هو في عملية مانجمنت لهاي النولج، بنخزنها، بنعملها كلاسيفيكيشن، بنعملها بريوريتيز، ممكن ننظمها، نرتبها، نحدد أولوياتنا، فبالتالي بتكون ايش، حتى بنعملها ليبلز، نعطيها تاجز، نقول والله هاي النولج بتخص كذا كذا، هاي النولج بتخص كذا كذا، فالناس بتقدر تستخدمها. مجرد ما النولج صارت قابلة للاستخدام، انت هون بتحكي عن تاسات نولج، صارت قابلة للاستخدام، انت هون حققت نسبة كبيرة من الفائدة اللي بدك إياها. وبالتالي هذا الحكي المفروض ينعكس على الأورجانيزيشن بأدائها، بطريقة شغلها، بكل هذا الشيء. فهمت الفكرة العامة؟ بس أنا بحاول يعني أحكي كثير عشان تحاولوا يعني أوجع لكم رأسكم شوي، وبعدين أنتوا تحاولوا تلتغي يعني تجمعوا إيش من الموضوع. فشو يعني knowledge system capture systems؟ فالknowledge capture system هو أي system بيعمل عملية دعم لعملية الelect للknowledge، سواء كانت tacit أو explicit، بيعطيك الإمكانية إنك تختار، تمام؟ هاي knowledge وين موجودة؟ عندي sources of knowledge ممكن تكون موجودة. لما نحكي tacit أكيد موجودة عند الناس. الartifacts، شو يعني artifacts؟ مصانع دكتور. مش مصنع، معنى مصنع
ارتفاكس اي وسيله واي اداه او اي شكل من الاشكال اللي ممكن نمثل فيها النولج. يعني مثلا ممكن تلاقي لوحه مرسومه، عفوا صبحيه، بحكي مثل الفيجر، يعني مثل الفيجرز، مثل اثار دكتور، مثل الاثار، هاي تسمى ارتفاكس كمصطلح يعني. فانا وين في نولج موجوده باي شكل كانت بنحاول نعمل منها كابتشر للنولج. يعني لقيت لوحه، لقيت دايجرام، لقيت مثلا مجسم معين، مثلا اي شيء بيخزن نولج او ممثل نولج، هذا ممكن نحاول نعمل منه كابتشر للنولج. او اي انتيتي موجود بالاورجنايزيشن، يعني انتيتي اورجنايزد انتيتي، اي مكون من مكونات الاورجنايزيشن، ديبارتمنتس، يونتس، سيستمز موجودة بالأورجانيزيشن. هلا الأورجانيزيشن ممكن يكون فيها انفورميشن سيستمز مثلا لها سنوات، فكيف ممكن نستغل كل هاي السورس اوف نوليدج عشان نعمل الليكت للنوليدج سواء اكسبلس او تاسيت، وبناء عليه نقدر احنا نعمل لهاي النوليدج عملية اللي هي ايش، الفورمالايز، يعني نحولها لسمثينج يوزابل. لذلك راح تلاحظوا الكابتشر سيستمز هو بركز اكثر على الاكسترنالايزيشن والانترنالايزيشن. شو الفرق بين الاكسترنالايزيشن والانترنالايزيشن؟ راح اجننكم اليوم. شو الفرق بين الاكسترنالايزيشن؟ اوكي، ولا حدا بعرف؟ تفضلي يا صبحي. دكتور، عن التنظيم الداخلي والخارجي للشركة؟ لا، احنا بنحكي عن النولج. في عندي متذكرين كان في عندنا أربع أشكال من النولج كونفيرجن، التحويل بين النولج التاسيت والإكسبليسيت، والإكسبليسيت لتاسيت، والتاسيت لتاسيت، والإكسبليسيت لإكسبليسيت. هاي الـ two types of knowledge في عنا أربع أشكال من تحويلهم، حكيناهم برضو شرحناهم. الـ externalization اللي هي الـ process to convert. أنا قاعد بغشش فيكم. convert الـ tacit knowledge لـ explicit knowledge. ليش سميناها externalization؟ لأنه النولج بتكون internal، تاسيت نولج تحولت لإكسترنال، بينما الانترناليزيشن العكس، هي البروسيس تو كونفيرت ال إكسبليسيت نولج لا internal أو اللي هي تاسيت نولج. أعطيناكم مثال، بتذكرين المثال اللي أعطيتكم إياه، إنه لما تجيك مثلا قطعة أثاث أو طاولة وتكون مفكك وتركبها وتفتح الكتالوج وتصير تقرأ بالخطوات، هذا الانترنالايزيشن. بصير تقرأ بالخطوات، هي موجودة النولج، تمام، بصير تقرأ بالخطوات وتصير تطبق. فأنت بتحاول تفهم قراءتك للسلايدات واستعدادك للامتحان، أنت قاعد تفهم إشي external واضح، تحاول تعمل له process وتعمل له internalize، يعني إيش، بتخزنه كمعرفة ضمنية بصير عندك. والاكسترنالايزيشن بالضبط هي عملية تعرف عن المعرفة شكرا يا مروه، بس يعني الموضوع ابسط من اللي انت بعثيته، يعني هذا حاسه شويه معقد الكلام، بس anyway هو صحيح يعني. بس احنا بالنولج اللي هي مودز اوف نولج كونفرجن عشان تميزوا بيناتهم، تمام. طيب واضح انه ما حدش براجع معايا بالمره. عموما الاورجنايزيشنال ستوريز هي واحده من الوسائل اللي تعتبر اساسيه او ناتشرال، من خلالها بنقدر نعمل احنا عمليه كابتشر للنولج. طب شو يعني الاورجنايزيشن ستوريز او الستوري تيلينج مرات بيقولوا لها؟ ستوري تيلينج روايه القصص. تذكروا، تفضل انا بدك تحكي شيء. هو اسلوب للعرض يستخدم في البرزنتيشن بيتشنج، الستوري تيلينج. حلو، شكرا يا انس. لما تكون بتعمل عندك برزنتيشن زي ما حكى انس، وتحاول لك توصل فكرة معينة أو تحكي شيء،
استخدم اسلوب اللي مسميه الستوري تيلينج، يعني شو توصف الايفنت او الشيء اللي بكتب، الفكره اللي بتوصلها، بس عن طريق ستوري مش بطريقه مباشره. يعني انت ما بتروح مثلا تقول لهم نوليدج از كذا كذا كذا، لا، انت بتجيب ستوري عشان توصل للناس فكره شو يعني النوليدج. وهاي غالبا من اكثر الطرق اللي كانت يعني بالسابق ولليوم وصلتنا، اللي هي عمليه ايش، روايه او وصف الاحداث على شكل ستوريز. يعني كنا بجزء بعرفش يعني معاكم، انا بتذكر جدي الله يرحمه لما كان كنا صغار نقعد معه يصير يحكي لنا عن قصص ايام زمان والاشياء بطريقه روائيه، يعني بطريقه كانه بوصف، كانه قاعد بوصف شيء، بيحدثنا بشيء كانه مسرحيه قاعد بيشرح لنا فيها او بوصلنا. يعني هو بيستخدم زي اسلوب القصه. هذا الاسلوب كثير عملي. ليش مفيد؟ لانه هو قاعد بنقول تاسيت نوليدج عنده، تجربه عاشها، بوصل لك اياها بطريقه بسيطه جدا. وهاي النولج نيتشرلي بطريقه سبحان الله يعني لا شعوريا احنا بنتناقل هاي النولج وبنخزنها ونعملها بروسس بكل سهوله. فغالبا هذا الابروتش ممكن نستخدمه مشان نقدر نعمل احنا كابتشر للاورجنايزيشن النولج. كيف نعمل كابتشر لهي بحيث انه نحاول نوصف قصص او ايفنتس او احداث صارت عندي بالاورجنايزيشن بالسابق، وصير نذكرها للكرنت او للناس الحاليين او الناس اللي راح يجوا، بس بطريقه قصصيه بحيث انه نوصف لهم الفكره انه في عندنا كاركترز صح، وفي عندنا الستوري المورال او الستوري بشكل عام، بعدين شو النتيجه اللي صارت عندي. يقول والله انا في السابق قبل شركتنا قبل 10 سنين جربت تعمل ايفنت مثلا مشان عمليه الماركتينج. هذا مثلا حدا من المدراء قاعد بيحكي للناس الجدد اللي موجودين بالشركه، فهو بلشها لا شعوريا. احنا لما انا مثلا احكي لكم قصه او اوصف لكم شيء باسلوب القصه، هذا شيء بيجذب الانتباه. فهو ليش بقول لكم اسلوب فعال؟ لانه هو لا شعوريا الناس بتعطي شويه يعني اتنشن، الناس بتنتبه لهذا الموضوع، بيعتبره طريقه فعاله. بنفس الوقت انت بصير تحكي لهم والله قبل 10 سنين جربنا، رحنا عملنا ماركتينج ايفنت، رحنا على مول وكان معانا فلان وفلان وفلان وهم كانوا مسؤولين وهذول الأشخاص حاولوا يعملوا كذا. بصير تشرح بالإيفنت وصار معنا كذا، واجهنا مشكلة معينة حليناها بالطريقة المعينة. فأنت قاعد بتنقل معرفتك بطريقة more exciting، طريقة شوي فيها هيك إثارة ولفت للانتباه، والناس اللي بتستوعب القصة بتستوعبها، وانت بتحاول توصل فكرة أساسية. فيش حد فينا بيسولف أو بيحكي أي قصة عن أي موضوع أو بيشرح أي مثلا حدث صار معاه بالسابق إلا بده حاول يوصل لك فكرة، يقول لك لذلك مثلا أنه حاول أنت هذا الإشي ما تعمله، لذلك أنت إذا بدك تعمل كذا كذا لازم تعمل كذا في البداية. فإحنا دائما لما نحكي قصة صارت معنا أو خبرة معينة صارت معنا وجربناها، بنرويها لأصحابنا، بنرويها لأهلنا، بنرويها للموظفين إذا كنا بالشركة، بنرويها للموظفين الجدد أو الناس اللي بعدهم بتعلموا، نحاول نوصل الفكرة أو مورا اللي يسميها شو الهدف الرئيسي لهذا الموضوع. فحكينا إنه هذا الإشي بيعزز من موضوع نقل المعرفة ومشاركتها، وبالتالي الناس اللي بتلتقط قاعدة اللي قاعد تسمع بالقصة تحاول تعمل كابتشر للنولج تمام، وهذا الإشي ممكن يحول هاي النولج لسمثينج يوزبل. لذلك بقول لك هي من الابروتش، انت بدك تعمل كابتشر للنولج ممكن تروح تجتمع مع موظفين بالشركه الاكثر خبره وتقول لهم والله حكونا شو صار معكم يوم كذا كذا بسنه انت عندك مثلا مبيعات. طب ليش المبيعات؟ تسالهم اسئله بحيث انك تستحثهم يحكوا لك قصص او يروا لك احداث صارت معهم بالسابق. وانت تسمع، انت هون قاعد بتصير وظيفتك تعمل كابتشر لهاي النولج، تدور وين النولج بكلامهم، كيف انا ممكن استفيد منها، كيف ممكن أنا أعملها بطريقة تكون يوزبل للناس اللي ممكن يستخدموها ليتر. فبعض الجايدلاينز عشان أنت تعمل اللي هي الستوري تيلينج، الأورجانيزيشنال ستوري تيلينج، إنه هاي الأبروتش زي ما حكينا هو something natural. فالناس هي بتحفز عند الناس الإشي اللي باي ديفولت أو طبيعي موجود عندنا بعملية رواية القصص وكتابتها. هي غالباً الابروتش هذا هو مبني على الاسلوب القصصي انكدوتال. هاي انكدوتال ماتيريال اللي هي غالبا انت بتحاول توصف شيء معين
باسلوب قصصي. يعني في لما نحكي اسلوب قصصي لما نحكي احنا في لو ما بعرفش انا كثير باللغه العربيه بس بيحكوا مثلا المتن او البدايه والنهايه، وفي متن بالنص وفي في عندك بلايرز او الناس اللي هم الاساسيين، وهذا الإشي بحاول يعكس الواقع اللي موجود عنه او محيط بالسؤال اللي انت سالته. غالبا لما نحكي احنا عن القصه نستخدم اسلوب ستوري تيلينج لازم نبعد عن المثاليه، تمام؟ يعني ما نوصف قصه ونعمل احنا حالنا اللي يعني بلا اخطاء او الإشي اللي عملناه بالسابق واحسن إشي ممكن. يعني انا بحكي ممكن احكي لكم عن قصه شخصيه صارت معي مثلا بهدف انتم تستفيدوا منها تاخذوا عبره مثلا معين، بس مش لازم وانا احكي بالقصه ابين لكم ان انا كنت مثالي بهذاك الوقت او كان الظروف مثاليه. لا، احنا باسلوب الستوري تيلينج لازم نحكي شيء واقعي صار بالسابق باسلوب شوي في اثاره وفي تشويق، بس مش بنحكي هذا الكلام ونحاول نخفي العيوب اللي صارت او الاخطاء اللي صارت ونبين كل شيء واز بيرفكت. يعني وصلت؟ مش لازم احنا بنحكي عن يعني الاورجنايزيشن النوليدج المعرفه الخاصه بالاورجنايزيشن نعتمد فقط على الستوري اللي بتيجينا من اكسترنال اكسبرتس مثلا، يعني حدا باقي خارج الاورجنايزيشن. بالعكس هو لازم يكون سمون او حد جوا الاورجنايزيشن، حد بيشتغل بالاورجنايزيشن فاهم كل البروسس فيها. ممكن نستعين حدا اكسترنال بس ما يكون هو الاساس في عملية الكابتشر للنولج. غالبا ممكن الناس تقع بمطب انه والله بناء على القصة اللي انت رويت لنا اياها وبناء على الايفنت اللي صار احنا نصل لاستنتاج، وهذا الاستنتاج وتروح تتعممه بشكل عام. لا، لازم ناخذ بين الاعتبار هاي القصة اللي انت رويتها، بس ناخذ بين الاعتبار متغيرات حالية، اشياء ممكن تاثر على الـ على الـ على الطريقه اللي. لانه باي ذا واي بس عشان تكونوا فاهمين احنا ما بنحكي هون ستوري، يعني مش قاعدين نعمل شو اسمه اللي كان يجي قصص اللي كان زي تيجي باب الحاره مسلسل باب الحاره ويجي الحكواتي على القهوه وقاعد يحكي لهم قصص للفن. لا، الابروتش هو اسمه ستوري تيلينج، يعني الطريقه اللي مستخدمها هي اسمها ستوري تيلينج، نحكي قصه تمام. بس احنا ما بنحكي قصه، بنحكي عن ايفنت، بنحكي عن داتا، بنحكي عن 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 سيلز، بنحكي عن اكشنز، بنحكي عن بروسيس موجود جوا الاورجنايزيشن. فاحنا بنحكي عن اشياء واقعيه ومهمه وحساسه ممكن تاثر على نجاح الاورجنايزيشن او تفشلها. فلذلك مهم جدا انت ما تاخذ كل شيء بنطرح عندك بالستوري او الاكسبرت بيحكي لك اياه تاخذه كمسلمات وتعممه بشكل. لا، لازم تاخذ بالاعتبار انه هاي القصه صارت بالسابق او هو بيحكي لك عن خبرته في موضوع معين في مجال معين، بس لازم ناخذ باعتبار الكرنت سيتويشن، لازم ناخذ باعتبار الفاكتورز الموجود الان تمام. وبنفس الوقت ناخذ باعتبار قصته ونشوف كيف ممكن نستفيد منها ونعملها ابلاي للواقع اللي احنا عايشين فيه. واحنا بننقل بالقصه لازم تكون يعني سمثينج مراعين الستاندردز الايثيك ستاندردز تمام. وهي زي ما انا حكيت هي مش about entertainment، يعني مش للتسلية، هي about achieving things about avoiding mistakes. أوكي، يعني احنا بدنا نستفيد من القصة اللي من هي بتنحكالنا او من هاي النولج انه احنا بنتفادى اخطاء وقعنا فيها بجزء بالسابق، بنتفادى اخطاء ممكن تصير معنا بالمستقبل، نحاول نلاقي طريقة تكون more dynamic، اشي طريقة عملية اكثر بحيث انه هاي الاخطاء نتفاداها بشكل او باخر. فبالتالي هذا الموضوع جدا مهم بالنسبة للأورجانيزيشن، لازم نأخذ بعض الconsideration أو بعض الأشياء into consider اللي هي مرتبطة بنوعية هاي النولج. أوكي، فwe should مثلا نأخذ بعين الاعتبار إنه لما نحكي إحنا ستوري تيلينج، شوف أنا بروح على النقطة الثانية للبيبل. لما نحكي احنا ستوري تيلينج معناته احنا في اشخاص لازم نختار او نشوف مين الاشخاص اللي هم عندهم رغبه يشاركوا معرفتهم، ما تكونش الموضوع بالاجبار، لانه بالاجبار ما ممكن يعطيك الاشياء اللي انت بدك اياها او ممكن يعطيك المعرفه بس ناقصه او غير دقيقه. بينما انت حاول شوف الناس اللي اوريدي عندها حب لمشاركه المعرفه، اوريدي تنقل المعرفه او بتتناقل المعرفه بينه وبين الاخرين، هذول حاول يعني يستفيد منهم
اعملهم انفستيجيشن، بعث لهم سؤال، اسالهم، اجلس معهم، حاول افهم منهم اي شيء ممكن صار بدك تستفيد منه بالنسبه للاورجنايزيشن. وي كان يوز ميتافورز، يعني في حال في كان عندي كيس معقد شوي، الميتافورز يعني هي برضو فيجر، طريقه من التوصيف اللي بنسميها مثلا التشبيه او الاستعاره بالعربي، يعني انك توصف إشي بس باستخدام فيجرز. هلا بتلاحظوا مرات مثلا كثير بيجيبوا دعايه بالتلفزيون عن سيئات الدخان مثلا، كله جايبين لك صوره مثلا لشخص مش قادر يمشي او بجح، واحد مثلا ثاني بيلعب رياضه وكذا، بيحاولوا يربطوا بين صورتين ما لهنش علاقه مع بعض، بحيث انه بس هم مشتركوا بإشي، انه الاثنين مثلا ما واحد منهم بيستخدمش دخان او واحد بيستخدم دخان مثلا. ممكن مثلا صوره مثلا دائما بشوف انا كثير من الاشكال، مثلا تلاقي الدخان اللي بيطلع من المصانع مثلا بيكونوا رابطين لك اياه مثلا بطريقه اخرى بمنطقه متصحره بصوره، انه بحيث يوصفوا لك انه والله هذا الدخان بنتيجه واثر بشكل سلبي على الشجر. الميتافورز هي اي طريقه بدك تستخدمها انت، او فيجر او توصيف، بحيث انك توصل فكره بين شغلتين ممكن يكونوا متناقضات او مش مترابطات مع بعض. يعني حتى بالعربي واللغه العربيه احنا لما نستخدم الميتافورز، يعني بنقول لك مثلا فلان كان اسد بالمعركه، طب شو علاقه الاسد بالمعركه؟ الاسد بيروح المعركه؟ لا، احنا فاهمين بالعربي انه هذا تشبيه، استخدم الاسد كحيوان عنده شجاعه وقوه، وصف هاي، اخذ صفات الاسد هاي وربطها ببني ادم، وهذا البني آدم أو الشخص هو كان بهذه المعركة أخذ صفات اللي هي القوة والشجاعة من الأسد. فهي مسميها إيش؟ الميتافورز، اللي هي عملية الاستعارة أو التوصيف أو الرسم، الفيجرز، الدياجرامينج، بحيث أنه نوصف معرفة ممكن تكون شوي difficult sometimes أنه نصل للفكرة. وفكرة الميتافورز هي ليش مهمة أو يعني حلوة؟ لأنه ممكن توصل مسج بسيطة جداً او مسج مهم جدا بس بشكل بسيط والناس تستوعبه بسرعه، فالنولج الناس على طول بتلاقيها لقطت شو الفكره من هذا. وهذا الشيء كثير بيعتمدوا عليه باي ذا واي بالدعايات بالماركتنج. كثير من الدعايات اللي بنشوفها مثلا لسيارات، لاي برودكت، لشامبو، لاي نوع من البرودكت، بيستخدموا في هذا الاسلوب، بيوصل لك فكره مثلا، بيجيب لك نمر بركض مثلا بغابه بسرعه خياليه، فجأة ولا هذا النمر مثلا تحول لسيارة بمكان، فأنت بتصل بتفهم أنه والله ربط بين النمر بالسرعة والقوة والليوني مثلا بالحركة مع قدرات اللي موجودة بالسيارة المعينة. هاي اللي العملية ليش وصف الميتافورز، عشان نقدر احنا نشتغل أكثر على الستوري تيلينج. هذا الاشي بيساعدنا أنه نبني كوميونيتي في الشركة عندي أو الأورجانيزيشن. هاي الكوميونيتي بتكون مبنية على تراست، الناس بتكون يعني في عندها ثقة ببعض، تتناقل المعرفة بأسلوب ستوري تيلينج، ما في ستراكتشر واضح، فبالتالي الأمور بتكون عفوية أكثر، فبالتالي الناس بتقدر تصرح أكثر. كل ما كانت الناس باي ذا واي مرتاحة أكثر، ريلاكس، كل ما هذا انعكس بشكل إيجابي إنه يطلع أو يخليه يشارك المعرفة اللي عنده بطريقة أدق، طريقة أوضح. فبتلاقي هو open، بشارك معرفته بدون أي ضوابط، بحكي الإشي السلبي والإيجابي، ما عنده مشكلة، بحيث إنه الكل يقدر يستفيد من المعرفة اللي عنده. فبالتالي يعني هي أحد الطرق، حتى مش إحنا كنا نتذكر بالشابتر الثالث، كنا إنه أنت بهمك بعملية إدارة المعرفة إنك تبني الكلتشر أو تلاقي تهيئ البيئة المناسبة لموضوع المعرفة وإدارة المعرفة. ممكن الستوري تيلينج يساعدك إنك تبني هاي البيئة، بحيث إنه الناس بصير عندها ثقة مع بعض، بيعزز روح الكولابوريشن، الناس بتشارك معرفة مع بعض، فهذا كله بيزيد أو بيعزز من البيئة أو التراست بالأورجانيزيشن. هذا كله بيروح بشكل إيجابي على عملية إدارة المعرفة. حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ حدا صاحي؟ صاحي يرفع إيده. دكتور لسه معك دكتور. معك دكتور. تمام تمام، طمنتوني. هاي ناس ترفع إيدها، ممتاز. حد عنده أي سؤال؟ خلاص ما أنكم صاحيين معناته خلاص راح أعملكم ستوب. خلاص راح أعمل ستوب اليوم لهون. نكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة.
نتمنى نستعدوا للكويز زي ما كنا حكينا يوم السبت إن شاء الله على الساعة 7، راح يكون بالشابتر الأول والثاني. عاد عنده أي سؤال أي استفسار؟ دكتور بس يعطيك العافية، ممكن تفتح لنا الأتندنس برضه؟ ماشي يا سوار، يلا دكتور الكويز حيكونوا كم سؤال؟ والله ما فكرت بصراحة بعدد أسئلة ولا فكرت بالكويز لسه يعني. طيب دكتور أنا عندي استفسار جاني بشوي، ممكن؟ ممكن. طيب جماعة ممكن اللي عامل حضور وغياب أوريدي ما شاء الله، قديش عنده حضور بالله أشوف؟ 39 عاملين حضور وغياب. طيب مين ما دخلش حضور وغياب؟ سوار، في حد غير سوار ما دخلش؟ سوري أنا دكتور. مين اللي حكت؟ أنا هديل. هديل بني هاني. ليش تعملش هديل هاني؟ خلاص اللي بده يطلع يطلع يا جماعه. اللي عنده سؤال تفضل. مين كان بيسال؟ يقول سؤال جانبي. انا انس. تفضل انس. دكتور ممكن تكتب ريكومنديشن لتر كدكاتره طلاب ولا بما انه اونلاين ممكن يكون صعب؟ ما في مشكله. ريكومنديشن لتر ما في مشكله. بس نعمل ستوب ريكوردينج عشان يعطيكم العافيه جميعا.